السلام عليكم البنات، كديرين؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير و سانك سانك. اليوم غادي نقدم لكم واحد لاطاخت بالفواكه. غنحتاجوا فيها زلافه ونص ديال الطحين، وغنحتاجوا الزبده وشويه قبصات الملحه، غنحتاجوا 4 معالق كبار ديال سنيده، وغنحتاجوا فيها بيضه. ندوزو على بركة الله، نجمعوها هنايا. غنديرو زلافة ديال الطحين، بسم الله، قبصة ملحة، ربعة ديال المعالق كبار ديال السكر. الا كان السكر ثقيل احسن، انا ما متوفرش عندي، غادي ندير غير هذا. غادي ندوزو دابا نديرو ليها الزبده، بسم الله، غنبسبسوها مزيان بهاد الزبده هذه. هاد البيضه غنخليوها هي الاخير، هي اللي غتجمع لينا العجينه، غتجمع لنا الطحين والزبده. اللي ما مشاركش معايا في القناه يدخل يدير ليا واحد ابوني، واحد كومونتير زوين، يتابونا معايا وتشجعوني باش نقدم كل مره ندير شي حاجه بحال هكا. التشجيع ديالكم هما اللي كيحفزونا باش نديروا الجديد. شي كومونتير يكون زوين باش نتشجع حتى انايا، ونعطي داكشي اللي كنعرف، وان شاء الله ديما جديد. صافي، حنا بسبسناها بالزبده، الطحين ديالنا مع الزبده تبسبس مزيان. غنجمعوها دابا بهاد البيضه، بسم الله. الا ما تجمعاتش معانا غنجيبو واحد نص كاس ديال الحليب ونزيدو عليها بشويه بشويه. هاهي، من بعد ما تجمعات معانا العجينه راه زدت فيها واحد 1/4 كاس ديال الحليب عاد باش تجمعات معايا. حاولوا تزيدوا في ما قلتوش في المقادير. هاهي، من بعد كتجي هكا على هذا الشكل، هذا كتجي رطبه، شتي؟ دابا غنخليها ترتاح واحد شويه، وبما وجدنا الكريم باتيسي انا غادي نوجدو معاكم، نخليوها ترتاح واحد شويه ونوجدو المقادير ديالنا ونرجعو. غندوزو نوجدو العجينه ديالنا، غنرشو شويه ديال الطحين بحال هكا، بسم الله، ندلكوها شويه بعدا بيدينا. على هاد السمك هذا بحال ما هكا، ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه، على هاد السمك هذا. دابا غندوزو غنديروها في هاد المول، انا عندي هاد المول ديال السيليكون تيدخل الفران وكلشي، غنديروها في هاد المول هذا. لا هكا نقلبها، نحاولوا نديروا بهم وحدات صغيورين، طاخت صغيورين، ما نضيعوهمش. المهم انا غادي نحاول نهز العجينه ديالي بحال هكا مع السيليكون بحال ما هكا باش كطلع العجينه، شي بشي باش تجي رقيقه، عاوتاني الجنيبات ما يجيوش ما يجيوناش غلان.
احنا غادي رجعنا باش نصاوبو الكريم باتيسيير. هانت غادي ها هو عندي نسيطر الحليب هنايا، غنخليه غير تيدفى، غندوزو الكاسرونه هيا، غنضيفو فيها بيضه، غنضيفو واحد جوج معالق ديال الكريم باتيسيير، جوج هما، غنضيفو جوج معالق ديال السنين، جوج معالق ديال السنين، غادي نخلطهم مزيان هنايا، ها هو الحليب ديالنا تيسخن. ها هو الحليب ديالنا من بعد ما سخن، غادي تبداي تتخويه بشويه بشويه باش ما اذا البيض ما يطيبش معانا، تخوي شويه بشويه ها. دابا غندوزو نديرو الخليط ديالنا كله هنايا، نشعلو عليه البوطه ونخليوه حتى يطيب، وما رصاوش من التحريك، نبقاو نحركو حتى يعقد الخليط ديالنا. ها هي الكريمه ديالنا، بقينا نحركو فيها حتى غادي تعقد معانا، هاي كتجي على هذا الشكل، هذا تجي لذيذه وغزاله هذه الكريمه. يديروها بهذه الطريقه اللي وريتكم، غادي يطلع معاكم زوين. غنديروها دابا في الثلاجه حتى تبرد شويه ونزوقوا بها لي طاح ديالنا. هاي صافي جات على نخليوها تتبرد ونخشوها في الثلاجه. غادي نحاول نغطيوها باش ما تجمدش معانا كريمه من الفوق، ما ديرش لنا هذيك القشره. هلا طاخ ديالنا من بعد ما جبناه من الفران جات على هذا الشكل، هذا ناجحه 100%. هاي جات على هذا الشكل، هذا طيبه مزيان، وخا كتبان بيضه طيبه مزيان، جات على هذا الشكل هذا. غادي ندوزو نديرو لها الكريم ديالنا. هاي الكريم ديالنا من بعد ما وجدناها، عندنا في الفروته باش غادي نزوقو، عندنا تفاح والفريز، عندي غير شويه ديال الكيوي ما عنديش بزاف، والبنان ها هو باش غادي وانتوما اللي عندكم بغيتو تزوقوا به كتزوقوا به. انا هادشي اللي عندي متوفر عندي حاليا، غندير هذاك الشيء عشوائي، ما غاديش
هاي اللي تاخديها نجات على هذا الشكل هذا. كنتمنى تنال الرضا ديالكم وتعجبكم وتحاولوا تجربوها. هاي جات على هذا الشكل هذا. ما تنساوش ديروا لي جيم ولي لايك وواحد الكومونتير يكون زوين، وتابوناو معايا في القناة ديالي، وشكرا. هذا التقديم النهائي ديال لي طاخ ديالنا، جات على هذا الشكل هذا. هذيك العجينه اللي شافت لي درت بها هادو صغيورين بحال ما هكا، حتى شي حاجه ما نضيعوها، وعمرتهم بالكريم باتيسيير. ها هي جات على هذا الشكل، كنتمنى تعجبكم.